مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية الحية والمباشرة لانتخابات مجلس الأمة 2023، حيث التنمية المستدامة والشاملة وتنويع مصادر الدخل القومي عناوين عريضة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال الاقتراحات النيابية والبرامج الحكومية، وهو ما يتطلع إليه الشارع السياسي من خلال انتخابات أمة 2023. نتابع ونرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله الشامي، أستاذ الاقتصاد القياسي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى دكتور. أهلا بكم دكتور. كما شاهدنا في التقرير السابق، تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد كليا على النفط كمصدر دخل، وأيضا تقلبات الأسواق ومزاجية الأسعار عنوان كبير، ولكن كيف السبيل إلى تحقيقه في المنظور القريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، موضوع تنويع مصادر الدخل هو موضوع كبير جدا، يعني هو تعتبر استراتيجية وليست إجراء. والاستراتيجية هذه قائمة على عدة محاور. المحور الأول والأساسي فيها هو أن تكون هناك مصادر دخل ثابتة ويمكن التحكم فيها، بحيث أن النفط هو سلعة فعلا لا يمكن التحكم بأسعارها ولا في الطلب ولا في يعني في مسألة العرض والطلب ومقاييس السوق العالمية. فمن من من أسس وجود تنويع مصادر الدخل، احنا اليوم في الكويت عندنا من أفضل صناديق السيادية على مستوى العالم في مسألة الحجم ومن حيث الأداء. فممكن استخدام بعض المداخيل بنسب معينة بطريقة معينة لكي تكون هي الأساس في مسألة تنويع مصادر الدخل. ما نراه أن تكون هناك نسبة 20% يقتطع من هذه الأرباح بما لا يتعدى 25% من موازنة الدولة، بحيث يكون هناك رقم ثابت من هذه الاستثمارات وتبدأ تدخل شوي شوي إلى الاقتصاد الوطني، ومنها تعطي فرص استثمارية داخل السوق فتبدأ تتحرك باقي قطاعات السوق بالتجانس مع دخول هذه الأموال التي تعتبر محل ثقة من الدولة في اقتصادها الوطني، ونبدأ ندخل في مسألة الاستثمارات الأجنبية. هذه كخطوة أولى. كخطوة ثانية ومهمة جدا هي أن تتفعل الصناعة في الكويت، ونحتاج أن ندخل في قطاع الصناعة بخطة ثابتة. هذه الخطة تعطي فرص عمل للكويتيين وتعدل من الوضع الاقتصادي بشكل عام من ناحية الوظائف، ونبتعد عن العملية الإدارية والتعيينات الإدارية اللي موجودة اللي تقريبا صار لها 50 سنة. نبدأ نستفيد من الطاقات الوطنية في هذه القطاعات، نبدأ ندخل إلى قطاع البتروكيماويات، إلى قطاع الصناعات البتروكيماويات اللاحقة، ندخل إلى الصناعات التحويلية. هذه من شأنها أن تخلق بيئة ودخل عالي جدا، ونستطيع أن نعدل في ميزان العرض والطلب العالمي. بالإضافة، من الأمور الأساسية التي نحتاج أن نستفيد منها هي تجارة الترانزيت. الكويت طول عمرها أصلا شغالة في تجارة الترانزيت لوجود تكتلات بشرية مليونية حوالين الكويت، وتعتبر الكويت هي نقطة مهمة جدا، فنقدر ندخل في مسألة الترانزيت العالمي عن طريق الطيران، عن طريق اللوجستيات، خطوط السكك الحديد وتفعيل الموانئ. هذا النظام يسمى الإيكو سيستم، يحتاج أن يكون تحت مظلة مركزية بوزارة اقتصاد. هذه الوزارة تعنى في هذه الأمور بشكل مباشر، وتحاول أن تدمج هذه القطاعات مع بعض. متى ما وصلنا إلى هذا التجانس، سوف يكون عندنا هناك ليس دخل ثاني وثالث، لكن راح يكون عندنا 20 دخل للدولة، فما يرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ويحرك الاقتصاد بشكل عام، ونقدر نستفيد منه من ناحية الوظائف من قطاعات إنتاجية بشكل مباشر. نعم، إذا تحدثنا عن الاقتصاد الوطني بالتأكيد يجرنا الحديث إلى العامل أو الأيادي الوطنية. برأيك، مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل، كيف تحلل أثرها في تحقيق الأهداف التنموية التي نصب إليها؟ يعني أنا أختلف مع وجهة نظر ناس كثار أن إحنا نحتاج أن يكون هناك خريجين لسوق العمل وسوق العمل يكون متجانس. إحنا عندنا كل شيء في الكويت، وعندنا طاقاتنا الوطنية متخرجة من أفضل الجامعات، لكن الأعداد لا تستوعب المؤسسات اللي هذه موجودة، فإحنا نحتاج نطور هذه المؤسسات للاستيعاب، ونقدر نسويها إذا دخلنا الشركات الريادية
فيها في هذا المجال، إذا دخلنا الشركات العالمية عن طريق الاستثمارات العالمية فتبدأ تأخذ يعني السايكل شوي شوي تدور العجلة في هذا المجال. على وجود المؤسسات الحالية وكمية الخريجين الكويتيين اللي تعتبر من النسب الأعلى عالميا بشكل عام كطلبة خريجين من جامعات وجامعات مرموقة دفعت عليهم الدولة ملايين، نسبة وتناسب لباقي الشعوب احنا نعتبر من أكثر الشعوب المتعلمة تعليم عالي أنا أتكلم. نعم. فنحتاج أن نطور هذه المؤسسات ونبدأ ندخلهم في سوق العمل. فمسألة وجود أن نربط ما بين قطاع الأعمال اللي موجود حاليا ومخرجات سوق العمل طبعا راح يكون هناك زيادة، لأن نحتاج نطور سوق العمل هذا. وتطوير سوق العمل في آليات اللي قلتها بالسؤال الأول، أن نحتاج أن نعمل إيكو سيستم كامل تكون تحت مظلة واحدة، نفعل 6-7 قطاعات هذه مع بعض عن طريق الوزارات والهيئات والشركات الريادية اللي الدولة تنشئها بهذا الغرض، فبعدها نقدر ناخذ هؤلاء الخريجين كلهم مع بعض. نعم، الدولة كان لها اهتمام كبير في أصحاب المشاريع الصغيرة، فكيف يبدو المشهد الاقتصادي المرتبط بالحاجة إلى تشجيع أصحاب هذه المشاريع الصغيرة ليتمكنوا أيضا هم من المساهمة في تنويع مصادر الدخل وأيضا تنمية مشاريعهم؟ أظن الحكومة الحالية اتخذت خطوات جريئة جدا في مسألة مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مسألة تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة، وتعتبر هذه خطوة استراتيجية جدا جيدة في وزارة التجارة. هيئة القوى العاملة اليوم يعني هم شغالة في هذا الموضوع وقاعد تتحرك فيه. فيبقى عندنا مسألة وجود الأماكن اللي قد يحتاجها المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه يعني حسب معلوماتي أنها جاية في الطريق. فالأسس هذه كلها موجودة. صح كان الوضع صعب في الفترة السابقة، خصوصا في فترة الإغلاقات وفترة كورونا وما حدث فيها، لكن اليوم أظن أن هناك خطوات جدية بعد استشعار ما وصل له بعض المشاريع الصغيرة يعني من درجة الضغط اللي جت في السوق. فهذه الأمور قادمة، في خطوات جريئة جدية. أظن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن شاء الله يعني خلال 2-3 الجايين راح تكون هناك فرص كبيرة جدا لهم. نعم، نتوقف عند نقطة الجهود الحكومية مع حضرتك ونشوف التقرير القادم، حيث قطعت الجهود الحكومية مشاهدينا في مختلف المشاريع التنموية أشواضا كبيرة تحقق من خلال كثير من الإنجازات، غير أن الطموح لا يزال أكبر في تحقيق المزيد لسد الفجوة التنموية التي باتت تتطلب تضافر جهود الجميع لتسريع وتيرة الإنجاز. وما زلنا مشاهدينا المستمرين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لانتخابات مجلس الأمة 2023. مشاهدينا، المتبقي للتصويت قرابة 5 ساعات و20 دقيقة، فهناك وقت كبير للتوجه إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في هذه العملية الانتخابية لتصحيح المسار، وأيضا للمشاركة في هذا العمل الذي يعتبر وطني. وعودة مرة أخرى لضيفي في الاستديو الدكتور عبد الله الشامي، أستاذ الاقتصاد القياسي. عفوا أستاذ أو دكتور عبد الله، كيف تبدو لك رهانات معركتنا ضد الفساد بكل أنواعه، وكيف ترتبط فعالية المعركة بأهمية المشاركة في انتخابات 2023؟ موضوع الفساد هو موضوع يعني صراحة كبير جدا، وهو أزمة عالمية قبل أن تكون محلية. فدرجات الفساد موجودة في كل دولة، ووجدت القوانين والمؤشرات لقياس هذه المسألة. احنا في الكويت عندنا هناك يعني جزء لا شك من الفساد. الجهات الرقابية قاعدة تحاول كثر ما تقدر انها تواجه هذا الفساد. هناك رغبة سامية في مواجهة هذا الفساد بأخطاء يعني متراكمة، لكن أنا أظن اليوم هي المشكلة مو بس في الفساد نفسه. الفساد هو المرض، أو عفوا هو العرض، احنا لازم نروح للمرض. المرض الأساسي اليوم هو لوجود تشابك قانوني ونظام إداري متشابك يؤسس لهذه المراكز. عدم وجود مرونة تشريعية، عدم وجود مرونة في مسألة إدارة المؤسسات، ينشئ لنا هذه المراكز القوة الداخلية. فهذه المراكز
هي ما تبدأ تتغذى على هذا الفساد، سواء كان فساد إداري أو فساد مالي. وبالبداية هو يبدي إنه يعني ما يكون إنه فساد إداري بمعنى إداري، لكن هو يبدأ بالإهمال، بعدين ما بعد الإهمال تأتي عندنا مسألة والله خل استفيد من الموضوع بفساد إداري معين لاعتبارات معينة، بعدها يعني تتصاعد إلى أن تصل إلى فساد مالي. نعم. وهو ما يضغط على المنظومة بشكل عام فتبدأ هذه المشاكل. التشابك أظن اليوم حل الفساد الأول قبل مواجهة الأشخاص وقبل مواجهة مراكز القوة هذه كلها، الحل الأول هو فك التشابك وتسهيل الإجراءات وتبسيطها. كل ما كانت الإجراءات بسيطة وسهلة والانتقال من نقطة إلى نقطة أو نقطتين في أي إجراء وينتهي الموضوع، التحول الإلكتروني في المعاملات، التحول الإلكتروني في التحويلات المالية، هذا يضفي النزاهة والشفافية أكثر. النقطة الأخرى نبدأ ندخل إلى موضوع الشفافية، يجب أن تكون البيانات والإحصائيات كلها معروفة، لا تكون هناك تورية، ستكون رقابة الرأي العام أعلى من الرقابة الإدارية. فبعدها تبدأ العملية يعني تتكشف شوي شوي، ونبدأ نقدر نواجه هذا الفساد ونواجه الأشخاص اللي يسوونه. هو بالنهاية نعم. احنا نوصل إلى مرحلة راح يكون عددهم قليل جدا، لكن احنا ما نحتاج إجراءات أجريسيف، لأن احنا دولة قانون وقائمين على إجراءات قانونية. لا، احنا نحتاج نبسط الإجراءات في كل وزارة، في كل هيئة تتفاهم الهيئات والوزارات، ولا تعتبر كلها يعني يسمونها different entities، لا هي entity واحدة، هي مجموعة واحدة تضع الإجراءات المتشابكة وتفتحها عن بعض. فنبدأ شوي شوي نوصل إلى مرحلة خلاص كل شيء مبين واضح، فالأشخاص حتى الفاسدين هم ما راح يفسدون، وتبدأ محاسبتهم. هذا الإجراء وهذا الموضوع يأتي تكاتف تشريعي تنفيذي ما بين مجلس الأمة وما بين الحكومة. الحكومة هي أدرى بإجراءاتها، ورقابة الرأي العام اللي موجودة في مجلس الأمة عن طريق اللجان أو السلال البرلمانية يعني تسلط الضوء على هذه المناطق يعني. فتبدأ الحكومة تتفاهم مع مجلس الأمة في حلحلة هذا الموضوع. كل الدول اللي كان فيها مشاكل فساد هي لم تذهب مباشرة لمحاسبة الفساد فقط، إنما بسطت الإجراءات، سواء إذا أخذنا التجربة الألمانية أو التجربة السنغافورية أو تجارب النمور السبعة في آسيا والكونغو الديمقراطية. كل هذه الدول لما بدأت تواجه الفساد بسطت الإجراءات، سهلت الإجراءات، صار تأخذ حقك بشكل بسيط، ما تحتاج أن تدخل في بيروقراطية طويلة عريضة، فتبدأ الأمور هنا تكون سهلة. أنا مو من مدرسة الهجوم اليوم على يعني أي خطأ، يعني مدرسة الحل العميق، حل من جذوره. نعم. وتبدأ العملية. الحكومة كان لها آليات معينة في التعامل مع قضايا الفساد، فكيف تفسر ذلك، أو ما رأيك بآلية التعامل الحكومي مع هذه القضايا في وقت تكثر فيه أو طفت فيه على الساحة قضايا الفساد بشكل كبير؟ أظن الحكومة قاعدة تواجه في أدواتها اللي موجودة، واتخذت هذا القرار الاستراتيجي في مواجهته، وهذه يعني شيء تشكر عليه الحكومة الحالية والسابقة، أنها تواجه مراكز القوة ومراكز الفساد في هذه الطريقة. الإجراءات أظن اللي جاية هي اللي أنا قلتها، أنها تكون هناك الإجراءات وتبسيطها، الرغبة موجودة، القدرة موجودة. اليوم تبدأ عاد مسألة الجراح شلون يسوي العملية ويبدأ يتعامل مع المشكلة. فإحنا إن شاء الله أنه يعني في الفترة القادمة متفائلين جدا في مسألة مكافحة الفساد. نعم. والتغير بشكل عام الإداري في الكويت. إحنا اليوم نحاول يعني، وإن كانت الخطوات بطيئة في التحول الإلكتروني يقلل جدا من مسائل الفساد. نعم. ويخلي العملية شفافة أكثر. نعم، ذكرت قبل قليل الحل الأول والأمثل هو فك التشابك. نعم. فبالتأكيد أنا بضرب مثال على مسألة فك. نعم. التشابك. إحنا اليوم نتكلم عن الاقتصاد، وأظن أنا موجود على هذا الموضوع. اليوم نحتاج وزارة اسمها وزارة الاقتصاد، وهذه الوزارة تدخل تحتها ثلاث وزارات: النفط، التجارة، المالية. اليوم مشكلة يعني أو العقلية اللي موجودة في مسألة الإدارة المالية العامة للدولة هي عقلية استثمارية، وهناك فرق ما بين الاقتصاد ما بين الاستثمار، هناك الفرق ما بين شراء الأسهم وبيعها
واخذ مواقف في السوق، واني والله هذه الشركه باخذها بسوي فيها، ما بين ان افكر في منظومه اقتصاديه تعود بالفائده على جميع الناس. يعني المفروض اولويات وزاره الاقتصاد ان تضع التضخم نصب عينها، ان تضع المشاكل والاختلالات اللي موجوده في الدخول، تحسين البنيه التحتيه، تحسين الصناعه، تحسين الأداء بشكل عام والأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات. هذا ما يجب أن تفعله وزارة الاقتصاد. وما في أي دولة في دول العالم لم تتطور من نقطة إلى نقطة إلا وضعت الاقتصاد نصب عينها، ليس المالية العامة وليس إدارة الاستثمارات وليست الإدارة الإدارية فقط، لا، تضع لها هدف استراتيجي اقتصادي وتجيش الدولة كلها بحيث أن الكل يمشي في هذا الاتجاه. حتى في مسألة التعليم وتطوير التعليم هم تطور له في الاقتصاد، لأن أنت بالنهاية ما تقدر تطور التعليم بدون انفاق اقتصادي. نعم، هذا يجعلنا نتحدث عن ضرورة المشاركة المجتمعية في هذه الناحية. وبرأيك هل الجانب الاقتصادي هل سيغير من حظوظ المرشحين في هذه الانتخابات، خاصة مع زيادة وعي الناخبين؟ واستأذنك في دقيقة تكون الإجابة بسبب أن الوقت أدركنا. أنا أظن أن كل من يستطيع أن يوصل نظرة اقتصادية للناس ويوصل إلى حاجاتهم اليومية وكيف أن بالعملية الاقتصادية أن يعدلها ويرفع مستويات المعيشة ويرفع ستاندرد اوف لايف، كواليتي اوف لايف ما يسمى، يعني نرفعه، سوف يجد أذان صاغية من الناس، لأن هذا ما يحتاجونه. يعني احنا شوي صرنا عتيدين يعني في الإقليم، نحتاج ننتقل إلى المرحلة القادمة بإذن الله. نعم، نستبشر خير أكيد، والمستقبل القريب إن شاء الله يكون أجمل وأحلى بإذن الله. وشكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم على تواجدك اليوم معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة. مشاهدينا، كل الشكر لضيفي الكريم الذي رافقني في هذه الفقرة للتغطية الانتخابية أمة 2023، الدكتور عبد الله الشامي، أستاذ الاقتصاد القياسي. مشاهدينا، المتبقي من الوقت كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة 5 ساعات و12 دقيقة، فبالتأكيد مشاركتكم في هذه العملية الانتخابية لها أكيد تأثير واضح على المستقبل سواء لكم ولأبنائكم، فبالتأكيد نستأذنكم ونشجعكم على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتكم واختيار الأمثل لتصحيح المسار. مشاهدينا، قبل الانتقال إلى زملاء في الأخبار لتقديم نشرة الثالثة عصرا، ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير عن نسبة المشاركة في الانتخابات والتي لها دلالاتها الإحصائية والسياسية، وهي تفسر المزاج السياسي العام حين تتأرجح النسب بين أقل من 50% وأكثر، وهو وما يشهده أو ما يشهد عليه تاريخ الانتخابات في دولة الكويت من خلال هذا العرض. نتابع.